بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مع بعض هنبدأ نحل امتحانات المحافظات لمادة الحاسب الآلي للصف الثالث الإعدادي ترم أول، وهنبدأ نتابع مع بعض حل امتحانات المحافظات، وهنبدأ بمحافظة الدقهلية، وده طبعا امتحان سابق لمحافظة الدقهلية. اللي لسه مشتركش في القناة يبدأ يضغط على سبسكرايب أو اشتراك في القناة عشان يتابع معانا باقي حل المحافظات إن شاء الله. هنبدأ مع بعض. أول حاجة عندنا السؤال الأول، ضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات الخاطئة أو غير الصحيحة. أول سؤال بيقول لي يطلق على مرحلة تجربة البرنامج على بيانات معروف نتائجها مسبقا مرحلة التوثيق. طبعا هنا الإجابة خاطئة، لأن دي يا جماعة مرحلة اختبار صحة البرنامج وتصحيح أخطائه اللي هي المرحلة الرابعة. جميع الخصائص يظهر تأثيرها بمجرد تغيير نمط التصميم. طبعا هناك خصائص لا يظهر تأثيرها في نمط التصميم وإنما يظهر في نمط التشغيل فقط، زي خاصية ويندو ستيت أو اللي هي بتحدد حالة النافذة على الشاشة. لغة الآلة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الكمبيوتر ويتم ترجمتها أو ترجمة جميع اللغات إليها. طبعا احنا بنقول إن لغة البرمجة مجموعة من الأوامر والتعليمات تكتب وفقا لقواعد معينة ويتم ترجمتها إلى لغة الإيه؟ الآلة اللي بيفهمها الكمبيوتر. إذن الإجابة صحيحة. الأداة تشيك بوكس تستخدم في حالة اختيار بديل أو أكثر. طبعا احنا عندنا الراديو باتون في حالة اختيار بديل واحد فقط، أما تشيك بوكس في حالة اختيار بديل أو أكثر. بقى في السؤال الأول، اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية. رقم واحد، مجموعة من الأوامر والتعليمات تكتب وفقا لقواعد معينة حسب كل لغة ويتم ترجمتها إلى لغة الآلة. احنا اتفقنا دي يا جماعة إن دي لغة البرمجة. تعريف لغة البرمجة، هي أداة تستخدم لإضافة عنوان يسهل على مستخدم البرنامج ما يجب عمله وإضافة عناوين للأدوات الأخرى. طبعا إحنا عندنا أداة العنوانة ليبل، تمام، ودي طبعا بتستخدم لإضافة نص إلى النموذج لا يمكن لمستخدم البرنامج تغييره. هي خاصية تحدد أقصى عدد من الحروف التي يمكن إدخالها في صندوق النص اللي هو التكست بوكس. إحنا عندنا خاصية ماكس لينس بتحدد الحد الأقصى للحروف المدخلة داخل التكست بوكس. هو وحدة البناء الأساسية في لغة البرمجة ويتم إنشائها من المكتبات. إحنا عارفين طبعا إن وحدة البناء الأساسية في لغة البرمجة هي الـ Objects أو الكائنات، تمام، ويتم إنشائها طبعا من المكتبات. السؤال الثاني، أكمل العبارات الآتية لإنشاء مشروع جديد. نختار الأمر نقط من قائمة فايل. طبعا بنختار أمر New Project أو المشروع جديد من قائمة فايل. تستخدم الخاصية إيه لإضافة عناصر جديدة إلى صندوق القائمة؟ ها لو حد يعرف. بنقول إن تستخدم الخاصية items، وطبعا عارفين إن items مشتركة بين الليست بوكس والكومبو بوكس وهي تستخدم لإضافة عناصر داخل الأداة. طيب تستخدم الخاصية إيه لتغيير لون النص على الأداة؟ تمام كده عندنا الخاصية for color، وطبعا في عندنا خاصية تانية اسمها باك كولر. باك كولر ده اللون الخلفي للأداة. رقم أربعة، بيقول لي من خلالها نستطيع كتابة الأوامر والتعليمات بلغة فاجوال بيزك دوت نت. يبقى عندنا نافذة الكود، يبقى نافذة الكود هي اللي بقدر من خلالها أكتب الأوامر والتعليمات بلغة الفاجوال بيزك. وطبعا عارفين إن بندخل على نافذة الكود من خلال F7. رقم بقى في السؤال الثاني، بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. أول حاجة بيقول لي تعرض قائمة بملفات ومجلدات المشروع. مين بقى من بيئة التطوير المتكاملة الـ IDE اللي بتعرض قائمة بملفات ومجلدات المشروع أو المشروعات؟ طبعا هي مستعرض الحل أو Solution Explorer. الخاصية نقط تحدد هل تم اختيار الأداة راديو باتون أم لا. طبعا اللي بتحدد تم اختيار الأداة راديو باتون أم لا هي خاصية تشيكن. لتحديد حالة نافذة النموذج على الشاشة
يبقى خاصية ويندو ستيت اللي بتحدد حالة النافذة على الشاشة. وعندنا طبعا ويندو ستيت لها ثلاثة قيم، في نورمال اللي هو الحجم العادي، والمينيمايزد التصغير، والماكسمايزد التكبير. اما سيليكشن مود خاصة بالليست بوكس او قائمة العناصر اللي بتحدد طريقة اختيار العناصر او تحديد العناصر داخل الليست بوكس. اما كنترول بوكس ده صندوق التحكم، وده خاص بالنموذج فورم. اما الايتيمز بستخدمها في اضافة عناصر داخل الليست بوكس والكومبو بوكس. رقم أربعة هي هدف أو ناتج مطلوب الوصول إليه، ده طبعا تعريف بروبلم أو المشكلة، تمام. من مكونات فرام وورك، احنا عندنا نت فرام وورك يا جماعة أو إطار عمل الدوت نت، بيوفر لي ثلاثة موضوعات أو بيوفر لي ثلاث حاجات، هي بيئة التشغيل والمكتبات والمترجمات. إذا هنا الاختيار هيكون كل ما إيه، كل ما سبق. السؤال الثالث جايب لي خريطة تدفق، بيقول لي ارسم خريطة تدفق لطباعة الأعداد الفردية من 7 إلى 3. لو احنا ملاحظين هنا يا جماعة، هو جاب لي تنازلي يعني من 7 من الكبير إلى الصغير، وطبعا بيقول لي الأعداد الفردية. فلو احنا جينا في الجنب كده قلنا ايه هي الأعداد اللي هتطبع معانا أو اللي هيتم عرضها على الشاشة، طبعا هيتم عرض أو طباعة رقم 7. بعد كده طبعا الأعداد الفردية اللي بعدها يبقى رقم 5، وبعد كده طبعا رقم 3، والعداد هيخرج عندما يصبح 1. يعني لما يبقى العداد 1 مش هيطبع يا جماعة، هيخرج من الحلقة التكرارية. طبعا لما نيجي نعمل خريطة تدفق الحلقات التكرارية، احنا بنقول عندنا دايما البداية ستارت، بعد كده هنحدد قيمة العداد. عندنا هنقول العداد M بيساوي 7 لأن دي بداية العداد، وهنبدأ نشوف إسكان العداد عدى التلاتة ولا لأ، تمام. فإذا هو هنا كده هيطبع كل الأعداد اللي أكبر من أو بتساوي 3، يعني 7 هتطبع، 5 هتطبع، 3 هتطبع. فلذلك بنقول له ايه، بنقول له ام اكبر من او يساوي 3، طبعا ام داخله ب7، فبقول له 7 اكبر من او يساوي 3، طبعا هنا هيقول لي يس، تمام. فلما يقول لي يس يبقى هيطبع ام، برنت ام، تمام. يبقى كده طبع اول حاجه خالص اللي هي رقم 7. طبعا عاوزه بعد كده يطبع 3، فلازم اعمل معادله، والمعادلة دي خاصة بمعادلة الزيادة، ومعادلة الزيادة هنا هتكون بالناقص لأن هننقص 2، فطبعا هقول له 7 ناقص 2 تديني 5، إذا إما أصبحت ب5. هنرجع تاني لخطوة رقم 3، هقول له إم اللي هي ب5 بقى أكبر من أو يساوي 3، هيقول لي يس، هقول له برنت إيه؟ برنت إم، فهيطبع عندي إم اللي هي ب5، وبعد كده هياخد 5 ناقص منها 2 أصبحت 3. 3 أصغر من 3 أكبر من أو تساوي 3، طبعا هيقول لي يس، هيطبع 3، يبقى كده طبع 7 و5 و3. بعد كده هياخد ال 3 ينقص منها 2 أصبحت 1، فهقول له 1 أكبر من أو يساوي 3، طبعا كده هيديني نو، بعد كده هيخرج على اند. يبقى في حالة النو هيديني إيه؟ هيديني اند، ويخرج من الحلقة التكرارية بعدد مرات التكرار هنا يا جماعة 3، لأنه كرر 7 و5 و3، ولو قال لي قيمة العداد بعد نهاية الحلقة التكرارية هتكون 1. سؤال رقم ب، بقول لي اكتب ناتج تنفيذ الأكواد الآتية. عندنا مجموعة أكواد، ممكن يجيب لي أكواد يا جماعة وأبدأ أقول له ناتج تنفيذها، أو يجيب لي الناتج التنفيذ ويقول لي اكتب الأكواد. يعني مثلا هنا بيقول لي ليست بوكس 1 دوت سيليكشن مود بتساوي نان. طبعا احنا عارفين ان سيليكشن مود بتحدد نمط تحديد العناصر داخل الليست بوكس، فهي بتكون افتراضيا 1، يعني المستخدم يختار او يحدد عنصر واحد داخل الليست بوكس. فلو انا اديته قيمه نان يعني بلا، اذا يكون بلا تحديد، فالمستخدم لا يستطيع تغيير او تحديد العناصر داخل الليست بوكس. طيب عندنا فورم 1 دوت فورم بوردر ستايل. فورم بوردر ستايل اللي هو بيحدد نمط حدود النموذج، وطبعا بتكون القيمه الافتراضيه بتاعتها سايزابل، سايزابل يعني قابله للتحكيم. فلو انا اديتها نان يبقى بلا حدود، يبقى عندنا هنا تغيير حدود النموذج لتصبح بلا حدود، فما بيستطيعش المستخدم تغيير الحدود.
تكست بوكس 1.4 كلر، احنا عندنا 4 كلر طبعا، اللون الامامي للاداه يعني لون النص، اما باك كلر اللون الخلفي. فاحنا عندنا هنا بقول لي 4 كلر بتساوي كلر دوت بلو، يبقى هيخلي لون النص باللون الازرق، تغيير لون النص داخل صندوق النص الى اللون الايه الازرق. طب هنا بيقول لي ليبل 1 دوت تكست بتساوي جمهوريه مصر العربيه، يبقى تغيير النص داخل اداه العنوان ليبل 1 الى جمهوريه مصر العربيه، يبقى تغيير النص على اداه العنوان الى جمهوريه مصر العربيه. وكده يبقى خلصنا حل امتحان او نموذج امتحان محافظه الدقهليه تمام للسنوات السابقه، وهنبدا ان شاء الله نتناول باقي المحافظات. وطبعا دي نماذج للأسئلة يا جماعة، فممكن تيجي في أي محافظة أخرى. وكده يبقى خلصنا فيديو النهاردة، ولسه مشتركش في القناة يبدأ يشترك في القناة يا جماعة، وابدأ يفعل زر الجرس، ولو عجبك الشرح اضغط على لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.